من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. بهذه الكلمات احتفل في كنيسة قلب يسوع الأقدس بتلاع العلي بقداس أول مناولة لسر القربان المقدس لأبناء الرعية الكلدانية، وسط فرح كبير بين الأهالي المشاركين أبنائهم هذه النعمة والبركة. وترأس الأب زيد حباب راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن القداس الإلهي بمشاركة المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان وجموع من المؤمنين والمدعوين. وتحدث الأب حباب في عظته عن سر المناولة وعن منحها للأطفال الصغار وعن أهميتها لنا نحن الكبار، مهنئاً أهاليهم بهذه البركة التي نالوها. فإحنا رح ناخذ جسد يسوع المسيح ودمه في حياتنا، بس يبقى إلنا شو راح نسوي؟ لعد لازم شو نسوي؟ نحن نضحي مثل ما هو حبنا وقدم حياته من أجلنا. فإحنا شو لازم نسوي؟ إحنا أيضا نضحي ونقدم حياتنا من أجل الآخرين، لمن نحبهم ولمن نساعدهم ولمن نسامحهم إذا أخطأوا بحقنا. هذا هو معنى، هذا هو معنى الإنسان اللي يتناول جسد يسوع، أنه يعيش حياة يسوع المسيح. وتلى الأطفال المتناولون طلبات خاصة لبلدهم العراق وللسلام في العالم ولكل بلد جريح. وليتب إلى الرب فيرحمه. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. ولنطلب بثقة قائلين ارحمنا يا رب. اجعلنا أمناء لك ولكنيستنا، وأن نقتدي بمريم أمنا، فنغدو مؤمنين جيدين ومواطنين صالحين يا رب، من أجل الاستقرار والأمان في بلدنا العزيز العراق وسوريا وفلسطين ولبنان ومصر وفي العالم أجمع، لكي ينعم الناس بحياة حرة كريمة ويعيش الجميع بسلام. يا رب، من أجل بلدنا الثاني الأردن وشعبه الأبي، احفظه يا رب بلدا آمنا وسالما ورمزا للتعايش. اليوم احنا هنا كلنا فرحانين وسعداء لأنه أبنائنا هذولا اتقبلوا يسوع المسيح لأول مرة في حياتهم، وإن شاء الله حياتهم تكون سعيدة ومليئة بالفرح والمسرة ومستقبل جديد ينتظرهم، آمين يا ربي. كان الاحتفال رائع، نتمنى لهم التوفيق والله يحفظهم ويكونون أبناء صالحين فعلا للمسيح. يعني هو يعني المناولة عادي، التناول هو يعني كل مكان عادي، يعني هو مو بس بالعراق يعني. فيعني اللي صراحة يعني نتهاجرنا وما قدرنا إنه يعني نتناول. أخذنا سر كتير مقدس، وأنا بشكر أبونا زيد على كل جهوده معنا. أنا فرحت لأنه أخذت يسوع. أنا فرحانة وأشكركم كلكم على جهودكم. وفي ختام القداس قدمت النيابة البطريركية في الأردن دروعاً تكريمية للداعمين للكنيسة، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في دعم الرعية. وفي كلمة خاصة بها الأب حباب مكتب نورسات الأردن ممثلاً بالدكتورة باسم السمعان مديرة المكتب، تمنى فيها أن تدوم رسالة النور ورسالة الإنسانية، وأن يمنح الله القدير البركة والقوة لكافة العاملين فيها. بالحقيقة قناة نورسات رافقتنا، رافقت العراقيين المهجرين أول من أجوا هنا للأردن، فباسم كلتكم باسم الرعية نقدم هذا الدرع البسيط لمكتب نورسات الأردن بشخص عزيزتنا أختنا الدكتورة باسمة.